انا بعتقد اني انا واحد اسمه محمد عبد الوهاب اتسمى اما بسمع عبد الوهاب القديم اتسمى على محمد عبد الوهاب القديم واني انا مش انا وانه ده واحد تاني خالص كده ملوش علاقه بيا. وفي كل حقبة من الزمن احس فيها بان انا تغيرت بحس هذا الاحساس، يعني بحس باني انا مش محمد عبد الوهاب بتاع هذه الحقبة. ويمكن ده معرفش يمكن ده يرجع اني انا ما اتعودتش اني ابص لورا ابدا. Thank you.